chronic inflammation. وبعدها نرجع نكمل قصة الانتيبادي. احنا كل هذا الشرح حكينا عن البي سيل والتي سيل بتفاصيلها حتى نجي نعرف نقدر من نقرأ نفهم الكرونيك انفلاميشن بتفاصيله. اول شيء الكرونيك انفلاميشن الميزه المهمه عندنا اذا كان الاكيوت انفلاميشن كانت نيوتروفيل فهنا عندنا عاده لينفوسايت وممكن بلازما سيل. اوكي وعرفنا ايش هسه شلون تجي البلازما سيل. اوكي واضافه لهذا عرفنا انه هو يكون عاده مور سبيسيفيك لهذا نعتبره يمكن احيانا ادابتيف اميونيتي. اوكي وطبعا ستيمولاي ممكن انفكشن بيرزيستنت انفكشن وعرفنا هذا الشيء انه الماكروفاج شو وقت يسوي لنا شيفتنج للكرونيك انفلاميشن ممكن عباره عن انفكشن والفيروس تي بي باراسايت اوتوميون ديزيز فورن بوديز كانسر كل هذه ممكن تسوي لنا الكرونيك انفلاميشن. الميزه المهمه بالكرونيك انفلاميشن دائما شوف لمفوسايت واضاف لها ممكن نشوف فايبروسيس دائما تكون بالكتب هاي النقطتين. نيجي عاد هسه السيل اوف كرونيك انفلاميشن عرفنا التفاصيل بالاكوت انفلاميشن حكينا عن نيوتروفيل بتفاصيلها. الكرونيك انفلاميشن طبعا باي ذا كل المعلومات راح نحكيها هي مره علينا فراح نحكيها بسرعه. اذا اكو سؤال استفسار نقدر نشرح الموضوع بس هي كلها راح تشوفوها عباره عن شيء سريع. اول شيء التي سيل مثل ما عرفنا الاوريجن مالته هي عباره عن بون مارو عرفنا هذا الشيء. بالمقابل الديفلوبمنت الدفرنشيشن الماتوريشن يكون بالثايموس. اوكي عرفنا انه التي سيل عاده تكون هي موجود عندها تي سيل ريسبتر وليتر اون يا اما تصير سي دي 4 او سي دي 8 زين بيا مكان قلنا هي عباره عن دبل بوزيتيف سي دي سي دي او تي سيل دبل بوزيتيف تي سيل وين نشوفها بالضبط بالكورتكس اوف ثايموس بالضبط. فبالتالي التي سيل ريسبتر هي عندها ممكن تكون سي دي 4 او سي دي 8. اول شيء مثل ما عرفنا احنا التي سيل عندها عاده هي عباره عن كومبلكس هي مثل ما قلنا ذا كومن تي سيل ريسبتر وسي دي 3. السي دي 3 شنو كان فانكشن من حكينا عنه طبعا باي ذا واي انتم اليوم كلش انكتف يعني كل يوم اكثر بس عادي سامين انا هم شخصيا هم تاير فلسوفي بالضبط. كانت السي دي 3 هي عباره عن سيجنال ترانزدكشن او ترانسديوسر مولكيول بالضبط. عرفنا طبعا انه شلون راح يصير اكتيفيشن بايندينج ان التي سيل ريسبتر يكون بايندينج للميجر سيتو كومباتبل كومبلكس وعرفنا السي دي 4 وذ 2 فبالتالي 8 النتيجه سي دي 8 وذ ميجر سيتو كومباتبل كومبلكس تايب 1 يصير ايضا 8 وفهمنا هذا الشيء. عرفنا انه هذا الاكتيفيشن والبايدنج بين تي سيل ريسبتر والام اتش سي هذا راح يعطينا البرايمري سيجنال اور الفيرست سيجنال. بالمقابل انا احتاج هاي صح الاكتيفيشن سيجنال احتاج سرفايفل سيجنال اوكي او سكندري سيجنال او كوستيمولتري سيجنال راح نمر عليه. اول شيء بيحكي عن السي دي 4 تي سيل تي هيلبر سيل. اولا بيحكي انه عمليه تذكرون احنا قلنا هي عاده وذ ميجر هيستو كومباتبل سي كومبلكس تايب 2 فبالتالي اتوقع هذا الاكسوجينس او الاكسترا سيلولر انتيجين طبعا مر عليه فبالتالي يقول اكسترا سيلولر انتيجين ممكن فورمن بروتين ممكن فيروس ايا كان يصير فاجوسايتوسيس واحيانا اندوسايتوسيس ومرينا على هذا ليتر اون راح يصير بيه بروسيسنج بالتفاصيل اللي حكيناها يتحول لبتايد فراجمنت وراح يصير عاده اكسبريشن للميجر ستو كومباتبل كومبلكس تايب 2 طبعا يكون ويا مثل ما عرفنا انفاريانت تشين المفروض يصير بيها ديستركشن وهذا كله انت عاده الميجر ستو كومباتبل كومبلكس تايب 2 نشوفه بالانتيجين بريزنتنج سيل. هذا الام اتش سي تايب 2 عاده هذا البرايمري سيجنال السكندري سيجنال عن طريق البايندنج بين البي 7 الموجود بالانتيجين بريزنتنج سيل والسي دي 28 الموجود بالسي دي 4 تي هيلبر سيل هذا راح يسوي لنا السكندري سيجنال ويسوي لها اكتيفيشن. السي دي 4 تي سيل طبعا هي راح سكريت سايتوكاين ذات اندوس انفلاميشن وعرفنا ممكن تي هيلبر 1 اذا طبعا عرفنا انه هي عاده نحتاج انترلوكين 12 وانترفيرون جاما هو اللي راح يندوس ديفرنشيشن الى تي هيلبر 1 عرفنا ان تي هيلبر 1 ممكن يسوي لنا انترلوكين 2 هذا انترلوكين 2 عرفنا الى وايد نمبر اوف فانكشن وراح ومر علينا وعرفنا شيء سميناه انترلوكين 2 ريسبتر ديفيشنسي عرفنا شنو الديفكت مالتنا وطبعا فبالتالي تي هيلبر 1 برودوس انترلوكين 2 اضافه لهذا انترفيرون جاما اللي كان مسؤول عن الماكروفاج اكتيفيشن. بالمقابل تي هيلبر 2 ممكن تتحول
الى تي هالبر 2 عن طريق برزنتيشن اوف انترلوكين 4 واكو اكثر سيجنال بس هنا انترلوكين 4 التي هالبر 2 ممكن راح تبرودوس انترلوكين 4 اذا كون قلنا 4 عن 13 كان مسؤول عن الكلاس سويتشنج الى الال جي هنا طبعا باثوما اللي يقول هو ايضا مسؤول عن الكلاس سويتشنج عن طريق الال جي جي لهذا قلت لكم انتظروا هسه المر عليه لقوا اللي ممكن انترلوكين 4 مسؤول عن كلاس سويتشنج الى اي جي جي اوكي وممكن اي جي انترلوكين 5 تذكرون قلنا مسؤول عن الايزونوفيل اكتيفيشن وماتوريشن واضافه الى هذا طبعا كلاس سويتشنج انتو اي جي اي وانترلوكين 10 اللي هو كان تذكرون قلنا ممكن يسوي سبرشن للتي هالبر 1 تايب سيل وحتى ممكن يسوي سبرشن للانفلاماتوري ريسبونس هو والشنو التيومر جروث فاكتور بيتا اوكي كانت المسؤوله عن سبرشن اوف الانفلاماتوري ريسبونس واضافه لهذا طبعا ممكن نضيف انترلوكين 13 اللي هو كان مسؤول عن شنو عن كلاس سويتشنج انتو اي جي اوكي فتقدرون انتو الاي جي يضيفون عليه 4 و 13 اوكي فبالتالي هاي المعلومه لحد الان ضفنا شيء جديد اطباء او كلها نعرفها كلكم جاوبوا يعني ما اعرف اليوم مش كلش انتو اوكي تمام هيك اوكي بالمقابل سي دي 8 سيل عرفنا انه عاده انتراسيلير باثوجين هذا انتراسيلير باثوجين عن طريق الميجر سيكومبتس كومبلكس تايب 1 عرفنا طبعا البروسيسنج ديستركشن اوف باثوجين عن طريق البروتيوسوم وتحويله ببتايد فراجمنت وليتر اون عن طريق التساب اللي هو الترانسبورتر اوف انتيجين بروسيسنج راح يصير اوفر اكسبريشن الميجر سيكومبتس كومبلكس اللي عرفنا انه موجود عاده بالنيوكليتد سيل اوكي الميجر هيستوكومباتيبل كومبلكس طبعا راح نعرف تماما انه عاده شلون يصير بي اكتيفيشن راح يبايندينج وذ سايتوتوكسيك تي سيل طبعا هنا راح تشوفون اهميه الانترلوكين 2 اضافه الى هذا الاكتيفيشن طبعا والبي 7 وهاي السكندري سيجنال لقوا انه مثل تذكرون قلنا الانترلوكين 2 او بصوره عامه تي هالبر تايب 1 كانت مسؤوله عن الاكتيفيشن قلنا الماكروفاج وحتى السيتوتوكسيك تي سيل اوكي فبالتالي انت لوكين تو باثوما طبعا بالفيرست ايد واحنا نعتمد عليه هو دائما يعتبر البي 7 سي دي 28 هي السكندري سيجنال بس باثوما بالنسبه لي يعتبر السيتوتوكسيك تي سيل انت لوكين تو هو يعتبر السكندري سيجنال فور اكتيفيشن بس صراحه احنا نمشي على الحكي الموجود فيرست ايد بصوره عامه انت لوكين تو نعرفها تعتبر هي امبورتنت للسيتوتوكسيك تي سيل فانكشن وعرفنا هذا الشيء عرفنا انه تي هالبر 1 هي امبورتنت فور ديفرينشيشن اوف ماكروفاج وسيتوتوكسيك تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل عاده تندوس كيلنج الكيلنج عن طريق تو باث واي اول باث واي عن طريق البيرفورين جرانزايم مثل ما عرفنا انه البيرفورين هو عباره عن بيرفوريتر راح يكريت ابور اوكي وليتر اون الجرانزايم راح يكون مسؤول عن الكيلنج وندوس ابوبتوسيس اكو عمليه ثانيه اسمها فاست ليجند هاي طبعا راح نمر عليها ان شاء الله بنحكي عن جنرال برينسيبلز نحكي عن الابوبتوسيس ونفهم شنو الفاست ليجند بس بسرعه مهم الفاست ليجند يعتبر تايب من الابوبتوسيس اكتيفيشن اوف ابوبتوسيس يعني النتيجه المهمه انه بالسيتوتوكسيك تي سيل يصير عندي كلنج عن طريق الابوبتوسيس او عن طريق الفاست ليجند او عن طريق البيرفورين جرانزايم سيستم هاي بالنسبه للتي سيل واعتقد المعلومات كلها مر علينا ونعرفها بالتالي ما نضيف شيء جديد بالمقابل البي لينفوسايت احنا عرفنا ان البي لينفوسايت عاده البرودكشن مالتها بالبون مارو اوكي ومثل ما عرفنا عاده النايف بي سيل تكون اكسبريشن اوف اي جي ام واي جي بي وهذا نعرفه كل زين وشفناه وعرفناه البي سيل اكتيفيشن عاده يكون عن طريق تو تايب يا اما شو اسمه انتيجين بايندينج باي ذا سيرفيس يعني هذا التي سيل اندبندنت اوكي فبالتالي يجي انتيجين يكون عاده نن بروتين اوكي يسوي بايندينج سواء للاي جي جي والاي جي ام وراح يسوي له ديفرنشيشن لا شو اسمه وسكريشن للاي جي ام والاي جي بي هذا اللي سميناه ثايموس اندبندنت او تي سيل اندبندنت اكتيفيشن ليش لان هي اوريدي بريزنت اي جي ام واي جي بي على السيرفس او ذا سيل فبالتالي هاي معلومه نعرفها احنا ومثل ما قلنا الاي جي بي عاده قليل جدا نحكي عنه بالمقابل اكو بي سيل اكتيفيشن ديبندنت او تي سيل شلون ممكن مثل ما عرفنا البي سيل هي ممكن عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل فهي تسوي اوفر اكسبريشن ميجر تو كومباتيبلتي كومبلكس تايب 2 هناك ممكن هي تسوي اكتيفيشن للتي سيل ودفرنشيشن انتو تي هالبر تايب 2 سيل
ممكن other antigen presenting cell already هي مسوي activation لل T cell. المهم اللي يعني إنه راح يصير CD4 receptor الموجود بال B cell يسوي binding with what with CD40 ligand الموجود بال T helper type 2 cell بالتحديد. هذا راح يسوي لنا الactivation. okay من ده يقول هنا provide second activation signal لأن ده يقصد إنه MHC with ال T cell receptor هو the primary signal. okay وليتر اون مثل ما عرفنا انه الهيلبر تي سيل راح سكريت انترلوكين 4 اللي هو كان راح كلاس سويتشنج الى اي جي جي واي جي اي. اوكي انترلوكين 5 اللي كان كلاس سويتشنج انتو اي جي اي. ممكن انترلوكين 13 راح يسمي عن كلاس سويتشنج الى اي جي اي. اوكي فبالتالي مثل ما عرفنا انه تي هيلبر سيل تايب 2 راح برودوس سايتوكاينز راح مسؤول عن كلاس سويتشنج. واضافه لهذا قضية السوماتيك هايبر ميوتيشن احنا حكيناها بتفاصيلها, الافينيتي ماتوريشن وقضية الدفرنشيشن اوف بلازما سيل كل هذا حكيناها. بالتالي المعلومات اللي تشوفون احنا حاجيها بتفصيل اكثر من موجود سواء باثوما او موجود طبعا بالفيرست ايد. هاي بالنسبة للكرونيك انفلاميشن هو عبارة عن الليمفوسايت ميديتد رياكشن. اكو سؤال لو واضح المعلومة؟ طبعا احنا حكيناها لان احنا ببساطة محاضرتين تقريبا بنحكي التفاصيل, فاعتقد ماكو معلومه جديده بالنسبه لكم. بس مع هذا اذا اكو سؤال اكو شيء صار عنا لحد الان ممكن نرجع نحكي اي معلومه مواضح. اوكي نجي على اكو سب تايب اوف كرونيك انفلاميشن هو هذا اللي راح نحكي عنه تفصيل جديد. وصراحه المعلومات هي مو جديده باي ذا واي, يعني المعلومات اغلبها احنا مر علينا بس مع هذا راح نرجع نشرحها ونفتهمها. أول شيء أكو شيء عندنا granulomatous inflammation هو عبارة عن subtype of chronic inflammation. هو من اسمه granuloma, إذا راح نشوف عندنا granuloma. granuloma شنو نقصد بيها؟ نقصد بيها عندنا عبارة عن special type of macrophage أحيانا نسميها epithelioid cell أو أحيانا تقول يسموها histiocytes. بغض النظر راح نشوف إنه هاي عبارة عن عندنا granuloma عندي center بالgranuloma وsurround it هاي الماكروفاج او الهيستيوسايت اللي هي عاده الماكروفاج وذ اباندنت سايتوبلازم, واضافه لهذا راح اشوف لينفوسايت اراوند ات. فهذا الكومبينيشن السنتر وسراوند ات الهيستيوسايت او الماكروفاج سبيشال ماكروفاج واللينفوسايت هذا نسميها جرانيلوما. كلكم نعرف اشهر تايب من الجرانيلوما سي بي, دائما كانوا يقولوا ان عندنا كازيتنج جرانيلوما واكو نين كازيتنج جرانيلوما. بالتالي احنا عندنا تو تايب اوف جرانيوما كازيتنج, او خلينا نحكي كازيتنج باعتبار هو كمان ومشهور. كازيتنج احنا صح هو مشهور اكثر شيء اللي نشوف بيه سنترال نيكروسيس ومشهور بالتي بي, بس اضافه الى هذا بالفنجل انفكشن. باي ذا واي من يتذكر فنجل انفكشن من حكينا بالمايكروبيولوجي قلنا ممكن يسوي لنا جرانيولوما. بالضبط هيستوبلازموسيس كوكسيدومايكوسيس كلها ممكن تسوي لنا كازيتين جرانيوما سوري. فهي الهيستوبلازموسيس كوكسيدومايكوسيس كلها ممكن تسوي. فبالتالي هاي بالنسبه للكازيتين جرانيوما. اكو سنترال نيكروسيس فنسميها كازيتين جرانيولوما. بالمقابل اكو نين كازيتين جرانيولوما وهاي طبعا عاده نشوفها وايد نمبر اوف ديزيز. ممكن اكو ديزيز تسمي ساركويدوسيس, اكو ممكن بريليوم اكسبوجر راح ناخذه بالريسبيرتي ان شاء الله بالنيموكونيوسيس. اوكي بالاكيوبيشنال لانج ديزيز ناخذه, ممكن كرونز ديزيز اللي هو بارت من الانفلاماتوري باول ديزيز ان شاء الله ناخذه بالجي اي تي. عندنا ديزيز تتذكرون كات سكراج ديزيز, شنو كان الاورجانزم المسؤول عن كات سكراج ديزيز؟ بالضبط البارتونيلا هنسلي عاشتيكم. وكانت شو تسوي لنا ديزيز اذا كان اتش اي في بيشنت ايدز بيشنت؟ بالضبط باسيلاري انجيوماتوسس عاشتيتكم. زين باسيلاري انجيوماتوسس شنو كان اكو شيء يشبه بالاتش اي في؟ بالضبط كابوسي ساركوما اللي كانت كوزد باي هربس سيمبلكس فيروس هربس فيروس تايب 8. اوكي عاشتيكم. زين شلون كنا نميز
شنو اذا اخذنا بايوبسي من الكابوسي ايش راح نشوف يصير؟ بالضبط، لان هي باعتبار فايرال انفكشن راح نشوف لينفوسايت، بينما الباسيلر انجيوماتوسس اذا اخذنا بايوبسي راح نشوف نيوتروفيل. عاشت انتم شفتوا انتم اذا واحد يراجع ويقرا المعلومات ايش قد تربط معلومات شي مسيطرين عليها، عاشت لكم. اوكي، فبالتالي اذا احنا عندنا كازيتين بنين كازيتين جرانولوما. زين انا شلون يصير عندي هاي الستيب اوف جرانولوما فورميشن؟ ببساطه احنا نعرف الماكروفيج، الماكروفيج هي من هي انتيجين بريزنتنج سيل، هذا الشيء معروفه. انتيجين بريزنتنج سيل راح يصير عندها اوفر اكسبريشن ميجر هيستو كومباتبل تو كومبلكس تايب 2. ميجر هيستو كومباتبل تو كومبلكس تايب 2 راح يسوي بايندنج وذ تي سيل ريسبتر، بوجود سكندري سيجنال راح يحول تي هالبر سيل من انكتيف الى اكتيف 1. ليتر اون بوجود ديفرنت تايب اوف سايتوكاينز، باعتبار اغلبها هذه انتراسيلولار، ممكن انتراسيلولار باثويد او سوري اغلبها هذه راح تحتاج كلينج عن طريق ماكروفيج وعن طريق تي هالبر تايب 1، فبالتالي اتوقع مو راح يكون موجود عندي ممكن انترفيرون جاما بالبلاد ستريم واذرز طبعا، بس ممكن انترلوكين 12. اوكي، كلها راح ندوز ديفرنشيشن اوف تي هالبر سيل الى تي هالبر تايب 1. اوكي، تي هالبر تايب 1 نتذكر كانت سوينا تو تايب اوف سكريشن كلش مهمه، اللي هي انترلوكين 2 وانترفيرون جاما. اوكي، فبالتالي تشوفون هذا اول شيء انا الماكروفيج سويت بايندينج حتى تكون الصوره واضحه. انا هذه عندي الماكروفيج اللي هي انتيجين بريزنتنج سيل عندها ام اتش سي تايب 2، نفس الشيء عندي بي 7، بالمقابل عندي هنا سي هيلبر سيل، عندي هنا تي سيل ريسبتر وضاف هذا اسوشيتد وذ سي دي 4، ونفس الوقت عندي سي دي 28. هذا البايندينج والاكتيفيشن نفس الشيء راح يصير اكتيفيشن للتي هيلبر سيل. اضافه الى هذا انا عندي انترلوكين 12 انترفيرون جاما. انترلوكين 12 باي ذا واي تتذكرون ممكن برودوس باي ماكروفيج، هاي كلها راح تساعد تسوي ديفرنشيشن من تي هيلبر 0 الى تي هيلبر 1. التي هيلبر 1 طبعا نتذكر كانت برودوس انترلوكين 2 انترفيرون جاما، هذا الانترفيرون جاما راح يسوي فرذر اكتيفيشن للماكروفيج وندوس جرانيلوما فورميشن. طبعا راح نرجع نشوفه بالصوره هم بشكل واضح. اولا بدي اشوف عندي هاي الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي مثلا نعتبرها الماكروفيج، اوكي صار بايندنج عن طريق تي سيل ريسبتر عن طريق ميجر هيستو كومباتبل تو كومبلكس تايب 2. اوكي، ونفس الوقت سوينا اكتيفيشن للسي دي 4 تي هيلبر سيل، وبوجود الانترلوكين 12 اللي وحده من السيلز اللي برودوس ات الناتشرال سوري الماكروفيج راح يخلي تي هيلبر سيل تتحول من تي هيلبر 0 الى تي هيلبر 1 سيل. التي هيلبر 1 سيل عندنا تو تايب اوف سكريشن اللي هي انترلوكين 2، عرفنا انترلوكين 2 امبورتنت فور سايتوتوكسيك تي سيل. اوكي، واضافه لهذا ممكن تنطيني انترفيرون جاما. انترفيرون جاما طبعا هو راح يسوي اكتيفيشن للماكروفيج، اوكي من البلاد ستريم راح يحولها من مونوسايت بالبلاد ستريم الى ماكروفيج بالبرفرال تيشو، والماكروفيج راح تتحول راح تتجمع ويصير بها تجمع نسميها جاينت سيل اللي هي عباره عن كولكشن اوف ماكروفيج. اضافه الى هذا نشوف ماكروفيج والابوندنت سايتوبلازم نسميها ابيثيلويد سيل او يسموها هيستيوسايت سيل. فتشوفون هاي الصوره قدامكم، اوكي عباره عن ماكروفيج وممكن عندي ريم اوف لينفوسايت. تشوفون هاي ماكروفيج الصوره قدامكم، اعتقد كل ماكروفيج هيستيوسايت اللي هي ايضا ماكروفيج، جاينت سيل عباره عن كولكشن اوف ماكروفيج او ابيثيلويد سيل، واضافه الى هذا عندي ريم اوف لينفوسايت اراوند ات، واراوند كل هذا عندي شنو؟ عندي فايبروسيس. احنا قلنا الميزه المهمه بالكرونيك انفلاميشن هي الليمفوسايت وفايبروسيس. اذا هاي الستبس نرجع نشوف مذكوره طبعا بتفاصيلها نرجع نقراها ونفهمها. اذا مثل ما عرفنا ان الماكروفيج راح تشتغل كانتيجين بريزنتنج سيل، وبالتالي الام اتش سي تايب 2 راح يسوي بايندنج وذ تي سيل ريسبتر اوف سي دي 4 سيل. هذا الانتراكشن بوجود الانترلوكين 12 اللي كان برودوس باي ماكروفيج راح يحول لي تي هيلبر سيل الى تي هيلبر سيل
التايب 1. التايب 1 مثل ما عرفنا راح يدوس انترفيرون جاما، راح يحول يسوي اكتيفيشن للماكروفاج من مونوسايت الى ماكروفاج بالبرفرال تيشو، بنفس الوقت يحولها الى سيل وذ اباندنت سايتوبلازم اللي سميناها ابيثيلويد هيستيوسايت، وكولكشن اوف ماكروفاج او هيستيوسايت راح تعطينا جاينت سيل. اوكي، فبالتالي هذه ببساطه هاي الجرانيلوما فورميشن. ولهذا تتذكرون مثل ما قلنا عندي دفت بالانترلوكين 12 ريسبتر، اتوقع البيشنت يكون عندهم ريكرنت تي بي. ليش؟ لان ببساطه من ما عندي انترلوكين 12 ريسبتر يعني معناها شنو؟ مدى اقدر اسوي التي هيلبر تايب 1 اسويها كلاس سويتشنج الى سوري احول تي هيلبر 0 الى تي هيلبر 1. فبالتالي نفس الشيء هاي تي هيلبر 1 ما راح باعتبار بساطة حتى نرجع الديزيز نشرحها، أعتبر هاي تي هيلبر زيرو. أوكي، وهاي الماكروفاج أنا عندي انترلوكين 12، عندي انترلوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي، عندي ديفكت بهذا الريسبتر، أنا أحتاج حتى أحول تي هيلبر زيرو إلى تي هيلبر 1. فبالتالي تي هيلبر 1 ما راح تتحول عندي، فبالتالي ما يصير عندي برودكشن للانترفيرون جاما حتى يسوي اكتيفيشن للماكروفاج. نتيجة لهذا البيشنت ما حصل عندي جرانيولوما فورميشن اللي هي تعتبر اسوي لوكاليزيشن للتي بي. اوكي، فبالتالي البيش يصير عندهم ريكرنت تي بي. وباي ذا واي انت لوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي مو جاست بالتي هيلبر زيرو ديفرنشيشن، حتى مثلا اذا نحكي على مستوى ناتشرال كيلر سيلز هم نفس القصه. فبالتالي هذا نقصد به انت لوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي وفهمناك الديزيز. اوكي، فبالتالي التي بي مثل ما عرفنا الكنترول الفانكشن اوف تي بي عن طريق السي بي 4 ريسبتر الموجود بالتي هيلبر 1 لينفوسايت وعن طريق الماكروفاج. اوكي، عرفنا سي دي 4 تي هيلبر سيل والماكروفاج هي الامبورتنت. زين سؤال، اكو ديزيز مرينا عليه بالمايكروبيولوجي وراح نرجع اليوم نحكي عنه، كان هم ام سي كيو مر علينا ديزيز اسوشيتد وذ فاجينال تامبونز اور نيزال باكينج، وقلنا هو عباره عن انتر اكشن اوف تي هيلبر سيل وذ ماكروفاج. يا ديزيز هذا سمينال بالضبط التوكسيك شوك سيندروم اللي هو كان عباره عن سوبر انتيجين عاشتيكم كل الزين. فبالتالي مثل اكو عندنا طبعا اذا حكينا عن ديزيز سمينا انترلوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي هذا حاكي طبعا فيرست ايد. اكو ديزيز ثاني ما حاكي فيرست ايد، انه انا عندي اوتوسومال ريسيف ديفيشنسي اوف انترفيرون جاما ريسبتر. اوكي، هنا كان عندنا انترلوكين 12 هنا عندي انترفيرون جاما ريسبتر، فبالتالي ايضا هذا نفس الشيء اذا ما عندي ديفكت بالانترفيرون جاما ريسبتر الموجود بالماكروفاج بالتالي ما راح يصير عندي اكتيفيشن للماكروفاج، بالتالي راح يصير عندي البيشنت دامن ايضا اجين ديسيمينيتد تي بي. وحتى مثل ما قلنا بالانترفيرون بالانترلوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي البيشنت ايضا ممكن يكون عندهم اجين يصير عندهم تي بي جاست من البي سي جي فاكسين. تخيلوا ممكن يصير البيشنت عنده تي بي جست بسبب الفاكسين، لان ببساطه عندهم انترفيرون جاما ريسبتر ديفيشنسي. زين اذا كان اسالكم سؤال انترلوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي وانترفيرون جاما ريسبتر ديفيشنسي ياهو منهم اقدر اعالجه بانترفيرون جاما ويصير له امبروفمنت؟ بالضبط انترلوكين 12 ديفيشنسي عن الانترفيرون ريسبتر شغاله ما عندي مشكله. اوكي، فبالتالي ممكن اعطيهم انترفيرون جاما ويشتغل، بس هنا هذا المشكله انه انا انترفيرون جاما دائما ما تفيد، حتى اذا اعطيها هي عندي ريسبتر ديفيشنسي فما راح تشتغل. بهالحال البيشنت ولا شنو العلاج الوحيد اللي نلجا له بهالهيج بيشنت؟ بالضبط عاشتيتكم تي بي بروفلكسس او انتي بايوتيك انطي عاشتيتكم. بالضبط انا لازم انطي انتي مايكروبيال تريتمنت، ما عندي لا حل لا انترلوكين 12 اذا انطي راح يفيد ولا انترفيرون جاما راح انطي، فبالتالي انطي انتي بايوتيك عاشتيتكم. فبالتالي هي هاي يعني انت حاليا باي ذا واي انا واحد تخيل منكم انه قرا بس ديزيز قرا انترفيرون جاما ريسبتر ديفشنسي وقرا التريتمنت antibiotic prophylaxis وقرأ disease جوا interleukin 12 receptor deficiency قرأ treatment interferon gamma. إذا هو ما فهم هاي البيزك ساينس راح يحفظ هذا الشيء لو ينساه ورا فترة. ورا فترة شوف في هذا احنا اغلبنا طبعا باي ذا واي
اقدر اقول 99% من خريجي كليات الاعلام اذا مو 99.9 انه البيسك ساينس اذا ترجع تساله ورا سنه من التخرج تعال احكي لي الميولوجي تعال احكي المايكروبيولوجي ما راح يتذكر طبعا من الكل المشكله نفس المشكله عندهم معناها المشكله باسلوب التدريس المشكله مو بالطالب مستحيل اذا المشكله بالطالب حتى لو اذا المشكله بالطلاب اقدر اقول 70-80 ممكن مو زينين بس مو 100% مو زينين وكيف بتعالج المشكله بالتدريس اعتقد هسه انتم اي واحد منكم يقرا هذا الديزيز يعرف ليش دايما في التريتمنت كذا او كذا اوكي اذا هاي هسه كملنا هاي القصه كلها صارت مترابطه وعرفنا الموضوع بتفاصيله بقت عندنا بس عندنا ديفينيشنز نمر عليها بسرعه انا اعرف انتم تعبانين بس هسه بس ديفينيشنز سريعه ما راح تاخذ من عندنا اول شيء الانتيجين مثل ما عرفنا الانتيجين هو اي سبستانس ذات اندوس يور ريسبونس بغض النظر عن نوعها هذا نعتبره انتيجين فبالتالي احنا حتى انا باعتبار كلكم تعرفون هاي التفاصيل الانتيجين بريزنتنج سيلز عرفنا احنا عندنا الماكروفاج بانواعها البيلينفوسايت والدندرتك سيل اكو شيء نسميه هابتن شنو الهابتن نقصد به هو عباره عن سبستانس اتسيلف انكيبل اوف اندوسينج اميون ريسبونس اوكي بس بوجود كارير مولكيول مثلا بروتين سبستانس ممكن هذه تقدر تشتغل انتيجين يعني ببساطه خلينا نقول الهابتن اذا بدنا نعرفه نعتبره هو عباره عن ويك او حتى ما يرتقي مستوى ويك انتيجين يحتاج خلينا نقول نقدر مصطلح احسن نسميه ديفكتيف انتيجين شلون تتذكرون قلنا هيباتيتس دي نسميه ديفكتيف فيروس ليش لان كان يحتاج شنو كان يحتاج شيء ياخذ من الدي الهيباتيتس دي كان يحتاج هيباتيتس بي شنو شيء ياخذ من عنده بالضبط السيرفس انتيجين بالضبط اوكي فبالتالي نفس الشيء نقدر نقول هابتن هو عباره عن ديفكتيف انتيجين يحتاج كارير مولكيول اللي هي البروتين حتى يشتغل انتيجين واحده من انواعها طبعا باي ذا واي البنسلين وان شاء الله من نمر عليه راح نعرف الرياكشن اللي يسوي لنا اياه بس واحده من انواع البنسلين هاي الرياكشن اللي ممكن هذا الرياكشن اللي يصير بالبنسلين اذا موجود البيشنت ليش نشوف مثلا البيشنت عندهم اليرجي للبنسلين لان دول عندهم كارير مولكيول فبالتالي من ياخذ البنسلين يكون عاده هذا ممكن يشتغل انتيجين وندوس اميون ريسبونس اوكي فهاي النقطه الاوبسنايزيشن ومرينا عليهم حشينا هوايه انه الاوبسنايزيشن عباره عن كانه فد سيجنال او ماركر احطها على السيل حتى اندوس فاجوسايتوسيس اوكي عرفنا الاوبسنيز عندنا عباره عن اي جي جي وسي 3 بي كومبلمنت والاي جي جي اوكي ومثل ما عرفنا هي كانه ببساطه من اشوف سيل او انتيجين كوتد IgG or C3b معناها هذا فد سيجنال حتى يصير عندي فاجوسايتوسيس مرينا على قضيه التوليرانس وعرفنا عندنا سنترال توليرانس اللي بانواعها النن سيلكشن والنيجاتيف والبوزيتيف سيلكشن وعندنا بريفرال توليرانس عرفنا انه بريفرال توليرانس وحده من التايب مالها الانترلوكين 10 والتيومر جروث فاكتور بيتا واضافوا الى هذا طبعا عرفنا متذكرون من حكينا على البي تي سيل اكتيفيشن قلنا انه اذا كان ما عندي السكندري سيجنال اللي هي السرفايفل سيجنال هاي هنا السيل راح اندوس ابوبتوسيس هذا الابوبتوسيس اللي تصير للسيل وذوت السكندري سيجنال هذا يعتبر تايب من البريفرال توليرانس اوكي واضحه اضباء لحدنا هاي الديفينيشنز ما اعتقد بيها معلومه جديده بس نا الهابتن يمكن جديده البقيه كلها اوكي اكو استفسار سؤال ونكمل اوكي هسه نجي على موضوع السوبر انتيجين تتذكرون احنا من حكينا عن السوبر انتيجين بالتوكسيك شوك سيندروم وعرفنا انه السوبر انتيجين حتى مر علينا ام سي كيوز بالام سي كيو بالمايكروبيولوجي انه السوبر انتيجين بيسوي اكتيفيشن الياسيل عباره عن ماكروفاج وسي دي 4 سيل اوكي او تي هيلبر سيل السوبر انتيجين ليش يسوينا هاي الشوك لايك برزنتيشن ببساطه الصوره قدامكم تميز لكم كل شيء هذا هو السوبر انتيجين هذا بدي اشوف هذا السوبر انتيجين اوكي الانتيجين الطبيعي راح يجي على الميجر سيتو كومباتيبلتي كومبلكس ويقعد وين بهذا البلانتيجين فراجمنتس اوكي ويسوي بايندينج وذ تي سيل ريسبتور واكتيفيشن وليتر اون من هذا يصير رياكشن وبايندينج ليتر اون راح يصير عاده هذا الرياكشن ينتهي وخلاص مشكلة السوبر انتيجين انه هو ما يحتاج يجي يشتغل
بهذه الطريقة العادي إنه عبارة عن بيبتايد فراغمنت ويسوي اكتيفيشن. لا، مشكلة الانتيجين إنه هو باي باس هذا يسوي أوفر اكتيفيشن عن طريق شنو؟ يجي الألفا تشين. تذكرون إحنا قلنا الميجر ستوكوماتيزي كومبلكس كان عبارة تايب 2 عبارة عن 2 تشينز ألفا وبيتا تشينز، أوكي؟ فهو يجي يرتبط بالألفا تشينز، مثلا إذا قلنا على هاي الألفا تشينز يرتبط بالألفا تشينز أوف ميجر ستوكوماتيزي كومبلكس، أوكي؟ ويرتبط بال، تذكرون أيضا حكينا عن تي سيل ريسبتر عن عبارة عن ألفا وبيتا، أوكي؟ يرتبط بالبيتا دومينز بالتي سيل ريسبتر independent of antigen binding sites. Okay, فبالتالي هذا البايندينج اللي تشوفوه بيسوي دائما further activation للتي سيل، والتي سيل راح تسوي برودكشن للسايتوكاينز وتنطينا هذا الريشن اللي بيجيب هايبو تنشن، يجيك ممكن راش، ممكن يجيك تاكيكارديا، هاي التفاصيل اللي مرينا عليها. اوكي، فبالتالي هو ببساطه ليش؟ لان هو سوبر انتيجين. الانتيجين العادي يجيب هذا يشتغل هنا وخلاص، لا، هذا سوبر انتيجين راح يسوي بايندينج واكتيفيشن بين الام اس سي تايب 2 والتي سيل ريسبتر اندبندنت اوف انتيجين بايندينج سايتس. اوكي، فبالتالي هو عباره عن يسوي كروس لينكينج بين البيتا دومين اوف تي سيل ريسبتر والالفا تشين اوف ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس اوتسايد ذا نورمال بيبتايد بايندينج جروف، هذا الجروف اللي مر علينا ونعرفه. اوكي، هذا الكروس لينكينج طبعا راح يسوي فرذر اكتيفيشن للتي سيل، further proliferation. okay، وبالتالي احنا ما عندي ممكن هذا الانتيجين later on يصير ينتهي، راح يسوي activation وخلاص وresolve وينتهي، هذا راح يسوي persistent activation ويسوي لنا هذا strong response وممكن احسن البيشنت يجي شوك، ممكن يصير fatal disease. okay، فبالتالي هسه السوبر انتيجين فهمنا الشغل مالته، احنا قلنا تذكرون مرينا انه راح ناخذ بالاميولوجي ونفهم الفانكشن مالته، عرفنا شنو السوبر انتيجين. وباي ذا واي هو مو بس بالتوكسيك شوك لايك سيندروم، ممكن اي يصير عندي اي انتيجين يسوي لي هذا الاكتيفيشن اندبندنت اوف انتيجين بايندينج جروف، ممكن هذا راح يسوي لي سوبر انتيجين نعتبره. اوكي، الفي دي جي ري ارينجمنت وري كومبينيشن مرينا عليها وعرفناها بتفاصيلها، سوماتيك هايبر ميوتيشن عرفناها، والكلاس سويتشنج ايزوتايب سويتشنج عرفناها بتفاصيلها. بقت موضوع الاميون جلوبولين انواعها، تعبتوا انا اليوم اعتقد تعبان، تقدرون نكمل نشرحها لو ناخذ خلاص على المحاضره الجايه، هو كل احنا بقت لنا تقريبا 3 محاضرات بالاميونولوجي ونخلص الاميونولوجي. اي دكتور، الاي جي الدكتور ده يسال عن شلون ده يسال عندي كلاس سويتشنج. اول شيء خلينا نتفق الاي جي ام والاي جي دي هي اوريدي بريزنت بالبي سيل وعرفنا هذا الشيء، فبالتالي الاي جي ام والاي جي دي ما تعني لنا شيء. الاي جي مثل ما قلنا مجموعه 17 اللي هي انترلوكين 4 وانترلوكين 13. اوكي، الاي جي اي عن طريق الانترلوكين 5 وموجوده بالصوره باي ذا واي وموجوده بباثوم، حتى باثوم مذكور هذا الشيء. الIGA عن طريق انترلوكين 5. اوكي، الIGG ممكن عن طريق تي هالبر تايب 1 وممكن عن طريق اهم شيء احنا نركز عليه انترلوكين 4. اوكي، تمام، نكمل اذا هسه الغالبيه نكمل الميون جلوبين نشرح بتفاصيلها. اوكي، طبعا هي بس هذه الصفحه، احنا ما بقى لنا، فنكمل هذه الصفحه حتى نكون خلصنا تقريبا الاميونولوجي، بقت بس الابلكيشن مالته صراحه، بس الديزيز اللي عليه وكم معلومه قليله ان شاء الله تشوفون هذا الشيء. اوكي، اول شيء